تختصر الابتسامات على وجوه الأطفال صيام ساعات يوم طويل، إذ يجتمع أكثر من 250 طفلاً وطفلة من الأيتام على موائد الإفطار الجماعي الذي نظمته جمعية رحمة حول العالم في مدينة إدلب. تخلل الإفطار أناشيد دينية ونشاطات ترفيهية. شوي جو مختلف لليتيم، بنحاول يعني نحسسه بجو العائلة، نحسسه بجو الألفة خلال شهر رمضان المبارك من خلال حفلات إفطار رمضان المبارك. طبعاً الهدف مو فقط الوجبة اللي نحن عم نقدمها للطفل اليتيم، الهدف هو الجو اللي نحن عم نقدم له إياه، اللي هو عم يعيشه واللي يعني شبه محروم منه في محافظة إدلب بشكل عام. يحظى الأيتام المسجلين في المدارس الخاصة بهم باهتمام من قبل المنظمات والجمعيات الداعمة لتلك المدارس، فتقدم لهم الدعم المادي والنفسي من كفالات وتعليم مجاني بهدف مساندتهم وتعويضهم عما فقدوه وزرع الألفة والمحبة في نفوس الأطفال. أنا جاي اليوم مع رفقاتي وساتستي على سفرة واحدة من أفطر إفطار رمضان. إفطار رمضان له طعم غير، بحس لأنك أنجزت إنجاز عظيم بالصيام. شعوري كتير حلو، نجتمع أنا ورفقاتي على سفرة واحدة، ناكل مع بعض، نضل مع بعض على طول. تزداد النشاطات الخيرية وموائد الإفطار الجماعي في رمضان باعتبارها من الطقوس الرمضانية المحببة للسوريين، طقوس غابت عن كثير من الموائد وسط تردي الأوضاع المعيشية لغالبية العوائل في الشمال السوري، لا سيما الأسر التي تعيلها نساء.